تعالوا نعمل بقى رز بلبن في الفرن. بصوا بقى، انا هنا عندي الرز ده سلقته، جايبه نص كوبايه من الرز، حطيت لها اربع كوبايات من الميه وسلقتها لغايه ما شربتهم بقى بالشكل ده، بيكتر ما شاء الله كميه كبيره جدا من نص كوبايه رز بس. نص كوبايه الرز ده على كيلو اللبن، نص كوبايه الرز اللي انا سلقته على كيلو اللبن. عندي معلقتين من النشا، قشطه، كوبايه من السكر، زبيب وجوز هند وفانيليا. بسيطه خالص، رز بلبن عادي جدا، بس انا هحطه في طواجن واحط على وشه القشطه، القشطه مش تبقى جوه، تمام. هاخد هنا الرز المسلوق، بسم الله، طبعا انت حاطاه في نفس الحله، عليها اللبن. برضو في حاجه حلوه قوي السر بتاع المحلات، ان هما بيحطوا كريم شانتيه على رز بلبن. هروح اجيب لكم دلوقتي، عندي الحمد لله، حط بس كده الايه، الرز اللي سلقته عليه اللبن، عليه السكر، كوبايه السكر، عليها الفانيليا، تمام. وعندنا كريم شانتيه، رحت فين رحت فين رحت فين، اهو هنحط كده ايه، معلقتين كريم شانتيه او معلقه زي ما انت عايز، تخلي دسامه اللبن بتاعك ايه او رز اللبن ايه، تمام. وهحط معاه كمان جوز الهند يغلي، برضو بالكميه اللي تفضليها، عايزه كميه قد ايه حطيها. هروح بقى ايه على ما يغلي ادوب النشا، هحط على الكميه دي معلقتين كبار من النشا. طبعا ده بقى بيتقدم ساقع مش سخن ولا حاجه، فمش بنقدمه سخن، انما في الصيف لا بنقدمه ساقع، فبيبقى حاطاه في الثلاجه كده شكله قمر بقى. ان انا هحطه في الفرن دلوقتي، احط على وشه قطعه من القشطه، ادي كده ايه النشا، احطه واقلب. لغاية ما يغلي، تمام؟ بنقلب بقى لغاية ما يغلي، خلاص اهو بيبدأ يغلي، بس شوية، حتى لو ما غليش قوي مش مشكلة، كده كده هيخش الفرن وهيغلي وهيستوي وكل حاجة. شوية بقى زبيب كده هنا، شوية زبيب هنا، طبعا ده اختياري. ونحط الايه، القشطة، صغننة كده، واحطهم على صينية وادخلهم الفرن بس كده، تمام.